a mindset to master the most epic of splits. Who can say where the road goes, where the day flows, only time. لأني أردني فتحت عيوني على القهوة والدخان وانفطمت على الجميد. بس الشتوية على البواب وسعر الغاز بتحدى قوانين الفيزياء، عشان هيك قررت اني ما اغلب حدا. انا راح افشخ حالي لحالي. والدعايات اللي زي هيك ما بتصوروا بشوارعنا، ما انتو عارفين. I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a body crafted to perfection. A pair of legs engineered to defy the laws of physics. And a mindset to master the most epic of splits. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في العدد 29 من شقالو في الجرنان. اهلا بكل العتاريس، اهلا بكل فقاقير الدنيا. فقاقير لكننا لا نباع ولا نشترى بالملايير، فقاقير لكننا نطير بدون فيزة نطير. اهلا وسهلا بكم، اهلا بكل الفقاقيرات الصغار الذين يستنون بشغف وش قالوا في الجرنان. اهلا بكل الفقاقير الصغار اللي في الابتدائي اللي راهم يقراوا بالمطاريات. اهلا بكل القطط الذين يحلمون بقطع البحار. اهلا بكم جميعا في العدد 29 مش قالوا في الجرنان. اهلا بكل الاولاد الذين لا زالوا يلعبون حندريسه بالنعجه. اهلا بكم حرار بلادي اللي مازالوا يسيقوا بالشماق البليغه تاع الجزائر، بلو نوار مارون غوش بشماق البليغه تاع البلاد، اختراع جزائري بحت 100%. تقدري تسيقي به اونتي ديراباج، تقدري تشالي به 10 متر 20 متر، تقدري تكتلي به الكرلو، تقدري تكتلي به الموس. البشماق 100% من اختراع الجزائريين. اهلا ب اساتذه البلاد الذين لا زالوا يرسمون الدائره بالبيدون بالبيدون. اعزائي المشاهدين اهلا وسهلا بكم جميعا. اهلا بك صاحبي الجديد على الفيسبوك، لو عندك فيسبوك اللي الفاس عندي بس ما واش تعبوك. اهلا بكم جميعا في حلقتي 29 مش قالوا في الجرنان. اهلا بالفقاقير الذين بداوا يتدربون في من اجل الالعاب الشتويه التي بدات منذ ايام في الجزائر، خاصه العدو الريفي والقفز العالي لاكوست. شم لاكوست اخر منتوج جزائري 100%. بعد المطلوعة ايبول عندنا شمة، شمة لاكوست في كل الاكشاك الجزائرية عبر التراب الوطني. حالي طوطيتش، حالي طوطيتش دالونفلوب دالونفلوب، ودوكا بريباري فينا بسيكولوجيكمون. قلنا من السنوال ومن الفريق الوطني بيان سور دالكمون دوكا، ومن بعد قال لنا باللي الفريق تاعنا الوطني هو اضعف فريق في المجموعة. با زيرو بوينت زيرو بوينت كوم دابيتود في كأس العالم. مستشفيات أشبه بالبطورات في ولاية الجنوب. ذاك خطا الوزير قال لنا نحير، قلنا ليه المسعولين تاعنا يروحوا يداويوا ليترونجي، ليه لي زالجيري راهم يجريوا هكذا باش يروحوا يداويوا في الخارج. يا قال لنا ما تروحوش الخارج بصح المستشفيات تاعنا بطورات، ولاو ديزا بطورات، ولاو مذابح في الجنوب الجزائري وفي الشمال الجزائري. وابو العتاريس واش قال لنا؟ قال لنا لازم منا مستشفيات فيها الاختصاصات تاع توت لي سبيسياليتي. يا اخواتي واخواني، الحل ما يكمنش في انجاز مستشفى جامعي، ما غلطوكمش، بس منين نروحوهم يجبدوا لنا هاد الغنايه تاع البار عمر هذه يديروا لنا مستشفى جامعي. الحل ماهوش في المستشفى الجامعي، الحل ان مستشفى يكون في المستوى المطلوب، يكون فيه دي سبيسياليست
في كل ما من كل من كل من كل, من كل انواع تاع السبيسياليست لان المستشفى الجامعي هذوما المستشفيات المتقدمه المتطوره للوزير تاعنا قال لنا لازم تروحوا لهم مستشفيات سي دي زونتي شامبر دو لامور تخش قاعه انتظار الموت ومن بعد ان لله وانا اليه راجعون هذه المستشفيات في رمي يداوي فيها الفقاقير والعتاريس بيان سور هما هازين الطياره ويروحوا تجيهم كرشهم ولا ريصانهم يروحوا فالدقراس جائزه جديده للرئيس منحت اللجنه الوطنيه الاستشاريه لحمايه حقوق الانسان وترقيتها الجائزه الوطنيه لحقوق الانسان لفخامته اي سي نورمال فخامته كنا حنا نستناو ونتمناو باش يدي البري نوبل دو لا بي ابا كي ما داهاش هذه اللجنه اللي ترأس هذاك ال 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 ما قدرش نسميه لا فاروق لاخسنطيني ما قدرش نسميه عطالو بري داكسيلونس تاع تاع البري نوبل تاع تاع الجيري تاع لي دروا د لوم اللي فخامته وسام الاستحقاق تاع ليكسيلونس تاع حقوق الانسان. حقوق الانسان بالجزائر سجلت قفزه نوعيه لكن لا تزال هناك بعض النقائص. انا كي نسمع هذا الكذاب هذا يهضر شتي ندزو للدانتيست شتي ندزو للدانتيست تا تصويت ربي ان شاء الله يلاقيك مع دانتيست كيما هذا خاطرك شادي ام خرجت ذنبها الوحيد عندها بنها صحفي اعلامي ابا طاروا به غبر ابا غبر خرجت عندها سؤال فريد اي تطرح فيه منذ سنوات لهذا المسؤولين قالت لهم وراه بني ابا لا مات جيبوه لي ندفنو لا ما ماتش لا راكم مخبينو قولي لي راه مخبينو باش نديلو القفه هذا الام ام عزيز فيها الالاف مثلها يوميا عايشين مع هذا الجحيم هذا ابا كي يخرجوا يجيو لهم هذو الزورق هذو هذه القوة الشيطانية هذه القوة الجهنمية اللي قالنا عليها أبو العتاريس إبا يضربوا العجيز يضربوا أمهاتنا ويسبوهم ويقطعوا لهم تصاور تاع أولادهم فلذات أكبادهن يقطع لها تسوارة هي عايشة مسكينة افيك ليسبوار باش تشوف بنها هزت تسوارة هذيك سي تو سكي لوي غاست يجي هو يقطعها لها ويتفلع لها تسوارة ويطيح لها ويسبها ويكفر على ربي لازم نمدوا لفخامته البريديكسيلونس تاع حقوق الانسان ليه خطركش الشعب المواطن يحس دائما باللي الامن راهو يبزد له في ظهره يبزد له في ظهره الامن والامن والمواطن الحم للحم الظفر للظفر لاصقين في بعضنا اي سي لازم الهامل هذا مدير تاع الامن المسؤول تاع الامن هذا قال لهم صورة على بالك 3G ما لازمش ومن بعد يفيقوا بينا باللي رانا نهضروا معاهم غير بالقزولة قال لهم نقصوا شوية القزولة يخرجوا في 10 يخرجوا في 1000 لكل مواطن 50 بوليسي يخرجوا في 100 خرجوا لهم مليون بوليسي على هذيك التظاهرات في الجزائر وكل زرقاء سي لا ريفوليسيون بلو في الجزائر حنا نغلبوكم بالعدد مش بصماطة بالعدد هاو الشاب هذا هو الشاب اللي اضرم في نفسه في جسده النار ذاك خطره مات مسكين في بلد تسخر بهذه الاموال الطائله وهذه الثروات في 2013 هذه القوه الجهنميه ابن شاب يوصل به الحد يبزع بدون تعيسونس على الجسد تاعو ويضرم النار في جسده لازم نمدوا بريديكسيلونس تاع حقوق الانسان لفخامته جون يعري روحه ويطلع في بوطو ويحرق روحه بالتريسيتي 2000-3000 فولت واحد يطلع فوق السطح تاع عماره ويطيش روحه هذه اكل اسباب تخلي هذا القسنطيني هذا يمد بريديكسيلونس تاع حقوق الانسان لفخامته والشباب دائما يريبونديو لهذ المسؤولين هذا الشاب اللي بيع الدخان والكاوكاو برا مسكين قال لهم الشباب هو الحل وليس المشكل الشباب هو الحل وليس المشكل وكتا هذ المسؤولين يتلاقاو اوتور دون طابل ويخدموا صح ماشي يتلاقاو اوتور دون طابل باش يهمهموا وينحسوا ويقسموا القاطو بيناتهم خي اقعدوا اوتور دون طابل وبوزي لي كيستيون وعلاه 70% من الشباب هذو راهم يخطوا في بعضهم راهم يحرقوا راهم يبيعوا في الكوكاو والدخان برا وعلاه راهم هازين سكاكن ولماس
على حياتنا اليومية ولات جحيم؟ وعلاه هذه الأسباب كل تخلينا نفوتيو كاع في الجزائر كاع بوتفليقة فخامته كما قالت الخنفوسة الي 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 بوتفليقة الي 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 بوتفليقة Les enfants de haute personnalité cités mais non poursuivis. هذو هذو ولاد المقالي ولاد المقالي اللي راهم يدخلوا في الأس في السموم للجزائر حكموهم طيارات دير باماكو الجي يجيبوا في الهيروين لا كوكايين الحوايج هذوك اللي يخليوك تضحك داخل في بعضك بلا ما على بالك دخلوهم يسربوا فيهم الشباب الجزائري اي با حكموا مضيفات في الطائره دي زوتيس دولار ودي ستيوارت عطاهم 20 و 25 سنه واحد يقني بعطاوه 25 سنه ليه خطاكش فقاقير والجماعه تاع الصح اللي راهم في البورت تاع الجميله هم يعرفوه الناس والقيادات الكل يعرفوه اي با هذيك الكميه كل تجي لهم هذوك هما اللي راهم يبزنسوا في الفارينه هذوك ما جاوش ولا لم يحالوا امام القضاء ما كانوش في قفص الاتهام ما يسلكوش هذوك لي زوالي اي لي فيس دو سلطاني نزار اي بوستيلا تو الموند لو كوني او بور ديل جميلا اي لوي سي تو سكي سي باس ان بلوس دي نون ريفيلي بار سون افوكا à l'audience de lundi Bourras a aussi cité quelques propriétaires de bateaux qu'il fréquente bien sûr Fakhir m'annonce les bateaux ah vous êtes d'accord avec moi le petit-fils de Msaadia comme Mourad le petit-fils de Msaadia ou encore Yassine le fils du général-major Boustila patron de la gendarmerie nationale c'est Mohamed et le fils de l'ex-ministre de la solidarité nationale Jamal Dould Abbas عندهم بابر ويضربوا في فارينا ايبا ما جاوش للشرع ما جاوش لدار الشرع سي عداله دو بوا دو ميزور في هذه البلاد في 2014 انا داخلين على 2014 ايبا الفقاقير تسلك و لو فيسا بابا ما يصرى له والو سي دو بوا دو ميزور هذوك وقت يحالوا للقضاء في الليل في لي صالون دونون دونون تون فيس انوسون طلاب جامعه الوادي يشتكون من نقص الامن امام الحرم الجامعي اي بيان سور بيان سور ذاك خطر النهار جابوا لا فيديو هذيك اللي دارت ضجه في الجزائر وهضروا على هذوك صح في الجامعات اكل كاين 5% ولا 10% بنات هذوك مساكن ضالات ما عندهم حتى علاقه مع الجامعه نحتهم يشربوا ونحتهم يتكيفوا ويخرجوا برا في الطوموبيلات اي با حنا نسالوا نروحوا للب الموضوع سنين وحنا نقولوا باللي ما كانش امن تو الجامعات سنين وحنا نقولوا واش يديروا هذوك السيارات تاع البرمائيين تولى لي سيتي يونيفرسيتير سنين وحنا نقولوا هذوك لي فوايو ولاد لي جينيرو ولاد لي جوندارم ولاد لي بوليسيي لي زوفيسيي تاع لا بوليس في الليل يروحوا يديو بناتنا خرجوهم من الجامعه بناتنا مساكن اللي يديو 10 يورو في الشهر هذا هو التوزيع العادل للثروات هذو البرمائيين هذو ليه تاع النهار ما نحتلناش البارك تاع لي بارلمونتير تاع البرلمان كما يخرجوا من البرلمان يروحوا للبارك يلبسوا لي كوستيم ولي روب دو سواري ويروحوا يشطحوا في الليل تنعتهم الناس لا ما تنعتوناش البور تاع الجميله وين اولاد القياده يضربوا في الـ في الـ في المخدرات سي نورمال فقاقير انت لازم تضرب فيها رفعه شمه باش يطير لك الدمار بصح ولد القياده لازم نور هيروين والكوكايين باش يزهى داروا لنا بومبا في العائلات تاعنا ولا ذوك الاباء ما يديروش الامان في بناتهم ما تامنوهمش صح هذه حقيقه بصح لازم المسؤولين تاعنا المدراء تاع الجامعات ومدراء تاع الامن هما اللي يقوموا بالقضيه هذه هذا ما يحلش المشكل صح ست صح سينو عليه عليه النهار جات هكذا الغدوه قالت لنا اسمحوا لي لا نسمحوا لك هذه ظاهره متواجده في كل الاقامات الجامعيه في الجزائر والمدراء تاعهم كل يظلوا يبكيو جيبونا رجال الامن اي با رجال الامن هذوك لي زاجون سيكوريتي متواطئين معاهم دي زاجون سيكوريتي اللي دخلوا رجاله الاقامه الجامعيه ويخرجوا هذوك البنات اللي ما عندهم حتى علاقه مع الـ مع الـ مع الدراسه ويدخلوا لهم الشراب ويدخلوا لهم الكحول ويدخلوا لهم المخدرات هكذا شاتين البلاد تاعنا هكذا شاتين الجامعه تاعنا تكسبلوزي من الانتيريور باش نطلعوا القمر كما قال ابو العتاليس ما تمنوهمش هذو
هذو لي زارتيكل اللي انا نقراو فيهم المقالات هذو عندهم سنين. انعدام الامن في الجامعات الجزائريه مسؤولون في قفص الاتيان مكتاه 22 نوفمبر 2013 عندها شهر. لضمان امن الطلبه داخل جامعه الجزائر 2 ببوز الرعاع اعوان حراسه اضافيون وجدار من الخرسانه القت حادثه الاعتداء على احدى طالبات معهد اللغات بالجامعه. طالبه داخله مسكينه الاقامه تاعها اجريسوها. منين جاوا هذوك الفايوات؟ منين جاوا هذوك الاشرار؟ كيفاش دخلوا؟ كان ما كانش هنالك تواطؤ. يا الهواري يا الهواري قد كاين الهواري في الاقامات الجامعيه في الجزائر؟ قداش كاين الهواري في الجزائر؟ قداش كاين الهواري راهو يخرج في البنات بناتنا يديهم للبرمامان؟ اه قداش الهواري راهو يخدم مع ولاد لي جينيرو؟ قداش الهواري راهو يهدم في المنظومه الجامعيه تاعنا؟ تهضروش عليهم هذو. حنا نتحداوكم باش تروحوا ديروا لا ميم شوز لو ميم بروغرام في كلوب دي بان. روحوا كلوب دي بان نعطونا ولاد القياده. ديرواش ما تنعطوش الناس اللي راهم يديو في ولادنا اللي راهم ينهبوا فيهم. هذا ثاني. هاي الجيري لانسيكوريتي ران او سان دي زونيفرسيتي الجيريان. وراهم رجال الامن كانش رجال الامن يجيو تشيبا باش يدخلوا ويخرجوا البنات ويديوهم كسلعه رخيصه الثمن لهؤلاء المفترسين. كيفاش تحبوا الطالبه تقرا نورمال وتعطيها دي زيرو؟ كيفاه؟ كاين بنات ما عندهم حتى دور وقراو تحت الشمعه وطلالبه مساكن وقراو وخرجوا افيك لي ديبلوم وكي يخرجوا بالديبلوم ما تخدموهمش. انتوما تشجعوا غير في الرذيله. تشجعوا غير في البرلمانيات هذوك اللي كانوا حفافات وكانوا يخدموا القاطو. فوزيماجيني في البرلمان كاين غير في الافلان 20 مرة ما عندهم حتى شهادة ابتدائية ما عندهمش. بالخادم دخل 20 مرة كانوا يخدموا القاطو. يعرفوا غير يفوطيو. حق ربي غير كانوا يخدموا القاطو. حفافات. دخلهم البرلمان وهما اللي يمضيو على المستقبل تاعنا وتاع اولادنا. ما اناش نسبو في الحفافات طبعا، بس هذا المستوى ما يخليكش تدخلي تحت قبه البرلمان. في الارجنتين لازم تكون كتبت ربع كتب باش تدخل البرلمان في الارجنتين. دخلونا العاهرات كرمكم الله. ريان على سا بلاس دون لونيفرسيتي الجيريان نكته 24 سبتمبر 2012. المسؤولين هذوهم يقراو في هذا الاعلاميين واش راهم يكتبوا. سيت اون سونيت دالارم هذه. سيت اون سونيت دالارم. لا ماكم ديروا والو. لا الاقامه تاع الجامعيه ولات كلها اللي يجي يدخل واللي تحب تخرج تخرج. سي لونيفرسيتي الجيريان. العالم اكل تبنى على ظهر لي زونيفرسيتي. حنا قلبونا نوثينغ. لا شيء الجامعه. ولاو ذوكا لي جون يقول لك اوا نديها ماشي قريه خير ما تحشموش. هذه هي الصوره اللي تحاولوا تمدوها للناس وللعالم العربي وللعالم باكمله على الجامعه الجزائريه. هذه هي الصوره اللي تحبوا تمدوها. دون سيت سيتي يونيفرسيتير لا سيكوريتي ني بلو غارونتي دي لا تومبي دو لا نوي. لي زيتيديون سون طول طون لا بخوا دي فويو كي لي اتاك ا لانتيريور ميم دو لا ريزيدونس يونيفرسيتير. روحوا ديروا هزوا الكاميرا المخفيه تاعكم وصوروا طالبه كيفاش راهم يديو في القزوله من عند رجال الامن. سي نورمال ولادكم يقراو في الخارج الي ترانجي. سي نورمال. واش يهمك انت يا بني انا واش كيفاش راهو يعيش؟ سي نورمال. اون انيفرسيتي او لو كليما دان سيكوريتي امبيش تو سامبلومون لو بون ديرولمون دي كور اي دي ترافو ديريجي دي زيتيديون. محي الدين طيب فا جوسكا افيرمي كو لونيفرسيتي دو بوز الرعاع ايت ا ليماج دو سي كامبوس universitaires qui sont devenus des lieux préférés pour les délinquants et les dealers devant un blackout total des premiers responsables du secteur. Les dealers, les bureaux de mukhadirat ou les huma, les gardiens à la bibane, les jamiats de Tawana. Ou les achats de l'île, où est-ce que tu as les voitures de fakhma? C'est normal, les voitures de fakhma, c'est pas les fakhir. Tu as les barmaïens, tu as les généraux, tu as les qiyada. Et bien, huma, huma, le problème. ما هضروش على الحقيقة. هذه الحقيقة المرة. وعيطوا لهم من فوق قالوا لهم لازم تطلبوا سماح، راكم درتوا ضجة في المجتمع. محاسن هذا البرنامج اللي دارته النهار أنها رفعت اللثام عن هذه الحقيقة.
رفعت اللثام عن هذه الحقيقة المرة، حقيقة المسؤولين الغايبين اللي قاعدين غير ينهبوا. إيماجيني مدير تاع جامعة والله ما على بال وجهه وشاري فيها، منذ 20 سنة أنا كنت في الجامعة، ناس ما عندهم حتى علاقة مع الجامعة عندهم غرف في الإقامة الجامعية، رجال أمن عندهم غرف في الإقامة الجامعية، منظفات عندهم غرف في الإقامة الجامعية، والطلبة والله ما يديوها. عندها 20 سنة ما بالك اليوم، سي نورمال هذو الملاير ما مش يروحوا الجامعة، كي لوبيتال كي الجامعة، لوبيتال تخش تموت، الجامعة تخش كيما تخش كيما تخرج، كيما تخش كيما تخرج. ولادهم يداويو اليترونجي وهما يداويو اليترونجي، بلادهم يقراو برا وهما عايشين برا. دونك كيفاش تفكروا، كيفاش تفكروا بلي هاد الناس يا اخي يريحوا حول مائده ويفكروا في مشاكلنا؟ مستحيل. منظومه الحكم رديئه ورايحين يزيدوا يحوسوا على هرده اخرى باش يزيدوا يهردونا مره. هذه الجامعه اللي بناها بن بوزيد 15 سنة هو وزير على هذه الجامعة، شوفوا واش خلى. دونك كاليطا خلى الجامعة تاعنا، وين راه دوكا؟ وين راه؟ إلي هو؟ إلي هو بن بوزيد؟ إي بان ولا دوكا، دوكا سيناتور، ودوكا يدخل في الآن إن دي وممكن يولي مترشح لفخامته قال لهم منيات. إيزون طربوكي الجامعة، جامي جامي يسألهم واحد. سي تي أو لا غالير وقتاه؟ le 9/3/2011 عندها عامين ونص. le mal vivre de l'étudiant voir son combat quotidien ne commence pas ou se termine à l'entrée de l'université. هم طلبة مرضى هبلوا مساكن، ترانسبور مشكل، الماكلة مشكل، الحياة في الجامعة مشكل، لي زون في مكانش، الأساتذة ما نشوفوا المستوى، الأساتذة ما يجيوش، بعد على الدار، اللا أمن. هذه الجامعة الجزائرية، ويقول لك الجامعة الجزائرية سوف تشارك في المخابر الدولية باش نطلعوا للقمر. أبو العتاريس، أبو العتاريس سي لو ميسي تاع لا بوليتيك. الفرق بين أبو العتاريس وليونيل ميسي، ليونيل ميسي يدريبلي ويباسي وساعة ساعة يماركي، وأبو العتاريس يتيري برك. يتيري برك. قالوا له واش المستقبل تاع الجزائر؟ ذاك خطره قال لهم الماتيماتيك والتكنولوجيا. ذاك خطره قالوا له واش المستقبل؟ قال لهم المستقبل سي نانو تكنولوجي. الفرص تاع التطور الاقتصادي في البلاد، ولازم نخرجوا من البترول ولا راح نخرجوا من البترول، هو لنانو تكنولوجي. نانك تكنولوجي قال لهم، المستقبل تاعنا سي نانك تكنولوجي. شفتوا كيف هذا ليتيديون ذوكا راح يدير نانك تكنولوجي يا ابو العتاريس؟ Le phénomène des gangs s'étend à l'université. Il y a une jamaat irhabia dans le haram al-jami'i. Ils ont terrorisé, ils ont peur des talibs et des talibas. C'est le vrai mort de la jami'a. C'est la vérité. Il faut que nous devons l'étudier. C'est le bouddhisme. C'est le jour où nous ne parlons pas de لا ما ديرولناش كاميرا كاشي على كلوب دي بان. ها والجنرال صح حنا نامنوا بالقاعده الشرعيه اللي تقول لك لا تزر وازره وزر اخرى، ولا ما تنعتوناش ولادهم كيفاش راهم عايشين؟ اوغ دو طون محفلينها بصورتنا بصوره البترول. هادو سي لي فيس دو جينيرو ولي فيس تاع البرماليين وتاع لي مينيستر، ولاد مساعديه، ولاد بوجره سلطاني، ولاد جنرال بسطيله مساعدية، جنرال توفيق. حنا ما نحوسوش ندخلوا في الانتيميتي تاع الناس هذو، بصح نعتو لكم باللي هذا السيد سي لو ان سامبل فيس دان جينيرال في الجزائر، في قوة عظمى فيها 400 جينيرال، وانتم هذا الصور ملتبليهم بار 400. هاو كل مرة مع طفلة في غرفة أكرمكم الله. وكاينين صور ما نقدرش نعطيهم لكم، حشمنا باش نعطيهم لكم، خاطر لماذا؟ خارجين على نطاق التغطية. خارجين على نطاق التغطية عزيزي المشاهدين. هذه اللي ما نعطيهاش النهار، لا هذو ما دخلتوش معاهم بالسبربتيسمون بالكاميرا كاشي، ما تدخلوش معاهم هذو. ما عندكمش لي زانفيتاسيون. عاطينها في شيراتون، هو الشيف تاع الشيراتون، خطاك شبيو جنرال وفخامتهم الفوق.
يديروا لو بو والموفي طون. هذا ولد جنينان مصور مع ولا سمع الحاجه هذيك الحاجه زهوانيه هذه بعثها فخامته تحج. اي زهوانيه زهاتهم تهضرش عليهم هذوا ولا القياده راهم عايشين في في على اذوين فختانية. ذاك خطره واحد قال لي الجزائر خير. بيان سور انتم راكم عايشين في الميريكان تاع الجزائر راكم عايشين انتم داخل التوزيع العادل لثروات البلاد. كاينه واحد عيطوا لها كلوب دي بان ايبا ما فيهاش الفقاقير داروا كلوب دي بان دو دوكا كلوب دي بان دو تقول له راك في الميريكان قالها شاب العتاليس. هذه هي الحقيقة الفرق بين الطالب الجزائري وولادهم. ما قدروش يديروا لنا لو مينيموم فيتال في الجامعة ويجيبوا لنا ان بتي بو دو بروبليم ومن بعد يقولوا لنا هذا هو المشكل. لا لا صح هذا مشكل اللي جابوه النهار حقيقي متواجد في كل إقامات الجامعية بس ماهوش هو المحدود. فهمتوا له التقسيم العادل للثروات في البلاد لازم له هردة أخرى. لازم منا هردة أخرى. الطلبة تاعنا واش داروا لهم؟ داروا لهم المازوت في الروز. طلبة يحتاجون على طبق أرز مخلوط بالمازوت. إيبا كي تاكل البلا تاع الروز تشعل تقلع ديريكت القمر. ديريكت. تشعل الرياكتور بالمازوت ديريكت القمر. المازوت مفيد للصحة خاصة لصحة الطالب. إيسي. الجامعة تاعنا سي 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 ان بركان بالمقلوب الروز بالمازوط السي يا با كما سا سباس دون ليسباس. هاي الجامعة تاعنا حوسوا يقلبوها بر حوسوا يقلبوها فيرما. حنا يا هوير والجامعة فيرما. ها يونيفرسيتي عبد الرحمن ميرا ربي يرحمه بس عليه. ها بيكذبوا عليه تراكتور والحملة والقرط. وش يقول الناس الليل كي نخرجوا من الجامعه ولادنا كي يخرجوا من الجامعه؟ اعطاه تعليمه قال لهم ما تزيدوش تقولوا لهم ما ديروا في الملف في الورقه تاع العسكر. انا حييت قال لهم احنا البيروقراطيه لازم نقضيو عليها نهائيا. انا يعني حييت ابو العتاريس قلت ابو العتاريس ولا يرفلش اسمه. بس على الاخر قال لهم نو دوا اتر اكزيجي كومومون دو لا كونستيتيسيون دو لاكت دو ريكروتمون. قال لهم على الاول ما تقول ديروهاش في الدوسي كي تقبلوه قولوا له العسكر يقول لكم نو زعكم. اعطي له الامل ومن بعد افقد له الامل. انا هذه سيركيلير تاعك يا ابو العتاريس ايبا فقدت لي الامل والفقاقير اللي راهم يتبعوا فيك ايبا فقدت لهم الامل. راك تكذب عليهم راك تكذب عليهم ابو العتاريس وانت قلت لنا انا كذاب انا ايبا وي انت تتحرى الكذب. كتبنا بالناظر تكنولوجيا ابو العتاريس في هذه الدوله لفخامته الدافئه بريديكسيونس تاع حقوق الانسان. هذا الرولو هذا الدوب الكوربيراتور المدمر هذا عنده مكتب مكتب افساز افساز في البرمامان ويطل على الميناء الجزائر العاصمه يطلع الطاقة يشوف توت سويت لي كونتينر اللي جايين تاعو تاع الجنينو يشوفهم. والطلبة تاعنا والله ما يدخلوها حق ربي ما يقدر يشمها ما يقدرش من با يفكر باش يدخل للبرمامان. وهذا الرولو يبا عنده بيرو بالحذر وكيما يحب يدير يدير. فاصل قصير ونعود اليكم اعزائي المشاهدين فابكوا معنا. حبيت قصة تهوي بك إلى أسفل سافلين تقطع الأنفاس من الأكسجين. حبيت تجمع بين المنام والخيال كيف توصل القرصانون ناك إلى سرقة أحلام جزيرة الفقاقير بمساعدة كل من رب المزامير وقاهرة المتطفلين. حبيت قريبا في كل قاعات القنافيس. قانون السمع البصري ضحية الرئاسيات، المشروع ضحية ثقل الإجراءات التشريعية للبرلمان وتماطل السلطات. السلطات مش قابلين القانون السمع البصري يرى النور. لماذا؟ لأن هنالك انتخابات بعد أشهر
والانتخابات هذه لازم تعقب باسم كيمي، لازم تعقب باسم كيمي، ما لازمش الترواجي والصور والسمعي البصري. وانا كده مثلا نعطيكم اكزامبل، تهز جورنال جزائري اي جورنال مثلا ليبرتي وتروح تصور تحوس على السمعي البصري الاعلام الجزائري، نعطي الاخرى بانا 5 تي اف 1 كانال بلس لا 2 لا 3 ام 6 ار تي، وهذا تلقاه في الجيران الاكل، ما كانش الاعلام الجزائري. الفقاقير والعاتريس حق ربي ما على بالهم بكم، والله ما على بالهم بجدكم، والله ما على بالهم بالسمعي البصري تاعكم. رام برانشي ار تي تي اف 1 كانال بلس ام 6 الجزيره سبور، اندبوا بالسمعي البصري، اندبوا به البخور. Le juge Trévidich autorisé à autopsier les têtes mais pas à interroger les témoins. امهات المختطفين ما عندهمش الحق باش يهضروا، بصح جوج فرنسي يجي يدخل وعطالو شنو القضاء واش عطالو؟ عطالو لو دروا باش ينبش في ترابنا، التراب الوطني، ويخرج من القبور ابانيتات تاع الرهبان، رؤوس الرهبان قال له خرجهم. بصح قال له بشرط، قال له عندك الحق تنتيروجي تسقسي غير الموتى. نورمالمون في القانون تاع الوئام إبا أم تجي تسقسي على ابنها أي تنبش في الماضي أي ضد الوئام الوطني اللي جابوا فخامته، يعطيوها بخمسين مليون ويروحوا يخبيوها في ضرب الحمص. هذا الجوج ما يداروا له والو، يجي صالون دونور وياكيوه ويسلموا عليه ويخليوه ينبش في ترابنا الوطني وفي المأساة الوطنية. هذا الجورناليست هذه سقسات واحد ملم بهذا الملف تاع الإرهاب عبد الرزاق بارا، هذا ملم. ايبا شوفوا واش قال لها. À défaut de pouvoir parler aux militaires, Chaïra est orientée vers cet homme, le monsieur droit de l'homme du gouvernement algérien. A-t-il, lui, rencontré les militaires présents au moment des massacres? J'ai déjà répondu à cette question. Vous leur avez parlé donc? Je vous ai déjà... Pardonnez-moi, je n'ai pas compris votre réponse. J'ai dit que nous faisons une recherche, pas une enquête. Vous ne leur avez pas parlé? Je vous ai déjà répondu. Wallahi, c'est pas possible. I'm so sorry. Excuse me. Non, non, non. It's a... non. Staffy, je suis. Non, stop. Stop it. Je suis très déçu par votre attitude. Là, j'ai déjà répondu à cette question. Ils ont tourné la page. Tourné la page تاع المأساة الوطنية. لماذا؟ لأن هنالك حقائق. Ça les arrange pas, تخرج. Ça les arrange pas, تخرج. لكن هذه الحقائق سوف تخرج بإذن الله. احنا سقسينا برنار كوشنر، قلنا له سي برنار انت تعرف الجزائر مليح وذاك، اشرح لنا كيفاش راهي ماشيه الحيه. شوف واش قال لنا. يا ميلونج دو بترول دو ميليتير دو بوليتيك كي ديفيسيل ا كومبرون. سي با فري، مو جو لو كومبرون تري بيان مي جو فودري با فوز ان بارلي ترو. الوغ برنار كوشنر خير، قلنا انا جي كومبري مي فو نالي با كومبروندر، قلنا سي تان ميلونج دو ميليتير دو بوليتيك دو بترول. روينا الجزائر، روينا عسكر وسياسيين محنكين كما فخامته وابو العتاريس والجنينان توفيق وقايد صالح وخلطهم هكذا، هذه هي الروينه اللي راهي في الجزائر. وهذا اعلامي فرنسي، شوفوا شنو يقول. Moi je suis algérien. C'est à vous de briser les chaînes. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Les Français, ils ont brisé les chaînes, ils ont coupé la tête de Louis XVI. C'est à vous de couper la tête de vos mauvais gouvernants. C'est, qui sont corrompus, qui plus est. Et qui, par exemple, en Algérie, qui prennent toute la rente pétrolière pour eux, alors que ce peuple crève de faim, alors que c'est un pays des plus riches du Maghreb. C'est à vous de leur couper la tête. C'est pas à nous. يطلب منا نحن الجزائريين، قال لنا il faut couper la tête de vos ministres, des gens qui vous gouvernent. Il faut leur couper la tête. Comme ailleurs dans les autres pays, on a coupé la tête des gens qui les gouvernaient. Ou le Jazeera, Allah m'a dit le calme. Ramtan, monsieur Ramtan, Dixit Ramadan, et bien m'a dit le calme. Wazir Kharjiya Tehna, c'est tout normal. Que l'Ilami Ferenci, il dit, le chab le Jazeera, il dit, il faut que les gens ne soient pas les salons. C'est une femme qui a été dit, il 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 dit, نسمع القلب تاع ابني ينبض. هاي قلت لهم ما نديش فلوس، قلت لهم شتي نسمع قلب تاع ابني يخبط برك.
ها هو رجلها يبكي ويا ريت تبكي. ما عندناش قلب. هذو في سوريا أربع أولاد في راس عبدو حمودي ورحماني. المهم كانت ترقدهم برا ربي يحفظكم وتبقوا دائما مع بعض. دعاؤها يوميا يا ربي يحفظكم مع بعض وتبقوا مع بعض. وربي استجاب لها لدعائها. ماتوا أكل مع بعض. في راس عبدو حمودي ورحماني ماتوا مع بعض في سوريا. هذا مسكين. هذا طفل مات ببيو. وكي مات ببيو نحالوا صباط وقعد يمشي بصباط تاع بيو. أيام وليالي يمشي بصباط تاع بيو. لقى واحد شكارة ولا يلم فيها الخبز. إبا مات من الجوع. مات من الجوع مسكين. بارك الله فيكم أعزائي المشاهدين. خلاص وش قالوا في الجورنال الجمعة الجاية إن شاء الله.